في الأرض الحلوة في حكاية، حكاية عن أسرار البشر، وحكاية عن ضحك الشجر، والراوي انت بالذات. بعيونك في حكاية جميلة، خبي بقلبك تفاصيل، وإذا انت ما حكيت رح تحكيها حيطان البيت. في الشارع أحفاد الشبابيك، في البيت وفي المقهى وفي هاي حكاية عم نسمعها ونكبرها ونكبر، والراوي انت بالذات بدها قعدة. أهلا وسهلا فيكم في قصة جديدة بدها قعدة. ضيفتنا اليوم من تل رمادة، من قلب الخليل، تحكي قصتها وقصة المدينة التي اكتمل النور من ثغرها. ذاكرتها لا تخون، عزيمتها لا تلين، مناضلة في المهنة والأمومة، وعشقة للأرض، ويسكنها شارع يحمل اسم الشهداء. نلتقي اليوم السيدة فريال أبو هيكل لتقدم لنا باقات من حديقة ذاكرتها. أنا بتذكر في 84 أجانا كتاب من حارس أملاك الغائبين بإخلاء قطعة أرض من الشجر اللي فيها، اللي مزروع له أكثر من 50 سنة. قال إخلوا الشجر وإحنا بدناش نأجركم الأرض، إحنا مطلبنا مش منهم يأجرونا، قالوا بدناش نأجركم الأرض، إخلوا الأرض. فقلت له إن إحنا مش رح نخلي ولا رح نخلع، وإنتوا بجرافاتكم بتعملوا المستحيل. قال لي يلا اطلع برا، أنا بديش أشوفك. التقيت معاه بالصدفة عند واحد قريبنا ساعاتي بيصلح ساعته. طبعا هذا الحكي في الثمانينات، كان في بداية الثمانينات، كان في الـ 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 الإسرائيل اليهود كانوا يروحوا على المحلات العربية يشتروا عادي ويصلحوا ساعاتهم عادي. كان واقف هو حارس أملاك الغائبين جاي يصلح ساعته، اللي هو وكان صدفت انه حادث قبالنا بالضبط قبال المحل، واحدة متوفية نتيجة حادث سير. إلا هو بيقول حارس أملاك الغائبين، بيقول والله هالحوادث بتاخد أكتر من الحروب. أنا هذاك اليوم كنت راح أضرب طفلين بسيارتي، بعدت عن الطفلين، ضربت شجرة ووقفت أبكي على الشجرة اللي كسرتها، فراحت تركته ورحت على البيت. تاني يوم واجهت كتاب في الجريدة لحارس أملاك الغائبين، قلت حضرة رئيس التحرير أرجو نشر ما يلي: أين أنت يا حضرة المسؤول على الأملاك المتروكة؟ لقد قلت ذات يوم أنك وقفت تبكي شجرة قمت بغلعها مجبرا، حين كنت مخيرا أن تضرب طفلين بسيارتك أو أن تضرب الشجرة، فكان أن ضربت الشجرة فوقفت تبكي شجرة منكوبة. إذا تعال وابكي معي 29 شجرة اقتلعها المستوطنون من أرضي. أم أن العواطف لها مواقف؟ يقول المستوطنون أن هذه الأشجار زرعت بطريقة غير شرعية، إن هذا بحاجة إلى تفسير، فأنا أعرف أن وجودها شرعي مثل ما وجودي على أرضي، فأنا وهي نتساوى في الانتماء إلى هذه الأرض التي منها نبتت وعليها تطرح ثمارها، بظلها يتفيأ أطفالي وتحتها يلعبون ومن ثمارها يأكلون، إن المرارة تعتصرني والهم يستولي على قلبي. هل أفتح عيناي ذات الصباح لأرى الأشجار بأزهارها البيضاء قد اقتلعت عن بكرة أبيها، لأرى الدوح قد حرم على بلابله وأحل الطير من كل جنسي، أليس من حقي أن أبكي وأبكي وأبكي؟ فهم يقولون لي: إذا كان غريمك القاضي لمن تشكي. طبعا هذه كانت
في الحقيقة تعبير عن اللي الانتهاكات اللي هم بتاكوها معنا، وإحنا قديش بنقدر نستعمل حقنا في إنه إحنا نرفض وإحنا نضلنا واقفين على أرضنا، إشي طبعا كتير مهم في تعاملنا مع الاحتلال. أهلا وسهلا فيكم لكل المشاهدين. سمعنا قصة باختيار ضيفتنا السيدة فريال أبو هيكل، وسعيدين أنه هلأ كمان نفتح معها حوار ونسألها عن تفاصيل مختلفة في حياتها. أهلا وسهلا فيكي. يا أهلا بك. نبدأ من تل رميدة، المكان اللي أنت إجيتي كمان اليوم عنا منه، هذا المكان اللي أنت عايشة فيه من 71، من أول ما تزوجتي، صحيح؟ بدي أطلب منك سيدة فريال لو تفصفي لنا يوم بحياتك العادية في تل رميدة، شو بتعملي عادة أنت اليوم بعد سنين من العمل والتقاعد؟ كيف بتقضي يومك بتل رميدة؟ في الحقيقة أيامنا في تل رميدة مش كلها مثل بعض. في أوقات بتكتشفي أنه المستوطنين جايين فجأة على أرضك، وبسياسة الأمر الواقع بدهم بيبعتوا أولادهم معهم خيمة، معهم ألعاب، معهم شغلات، أنه هم باعتبار إذا إحنا سكتنا عليهم معناته صار هذا الموقع لهم وانتهى بدون نقاش. لكن في الحقيقة احنا دائما منتبهين للحركات اللي بتصير حوالينا، يعني دائما بكل بساطة احنا متيقظين، يعني دائما عينينا حوالين الارض على اساس بنشوف اي تغير، اي شيء بصير في هذه وحتى في ارض لكم كمان لعيلتك، يعني تتعرض هي أراضينا أساساً، هي بتتعرض ل يعني قبل إحنا الأسبوع اللي فات كان محاولة وضع يد على أرضنا، فاكتشفنا إنه أولادهم جايين. طبعاً الأولاد هم بيدعموهم الكبار من وراهم. في الوقت نفسه كانت واحدة من المستوطنات تقول هذه أرض إلنا، مش أنا معاي ورقة بتثبت إنها إلي. تصوري بيزوروا أوراق إنها هذه إلهم الأرض، وبننزل لهم احنا باوراق مقابله وبالاراء النافذه 100% انه هذه ارضنا. فبالحقيقه سيدة فريال عم تحكي هلا يعني وانت مرتاحه وهاديه، بس انت شرسه وصلبه امام جرافات الاحتلال. بدنا نسمع قصه من صديقه وقريبه لإلك، كيف شافتك هي في مشهد في ارضك. ست فريال من الناس اللي ساكنين بالمنطقه صحيح، لكن من أكتر الناس اللي ممكن نسميها المرأة الحديدية. إحنا بقولوا تاتشر المرأة الحديدية. أنا بالنسبة لنظري كجارة وكوحدة من المعاشرين إلها بعتبرها إنها هي المرأة الحديدية في الحارة أو في المنطقة بشكل عام. ست أنا أضرب لكم مثال، مرة كنت مرة من جنب الأرض شفتها بأم عيني وهي واقفة قدام اللاند قدام المستوطنين ومادة إيديها بدكوا تدخلوا على الأرض تجرفوا فيها، جرفوني قبل ما تجرفوها. شفتها بتوقف في الساعات بالشمس حتى متضامن واحد ما كان معها، بس فقط هي وعائلتها اللي كانوا واقفين قدام الجيش والمستوطنين. ست بكل معنى الكلمة، ما بقدر أعطيها حقها من الوصف، لكن هي فعلا إنسانة عظيمة، أم لكل سكان المنطقة، أم مش بس لأسرتها، أم عظيمة. ست نموذج قلة وندرة ما كان اللي بالتقى مثلها في الزمن اللي احنا فيه. شكرا هاي شهادة كمان قريبة من أم وسام، شكرا لإلها. شكرا إلها، وفي الحقيقة هي يعني أكيد هي شافتني وإحنا كنا واقفين، كان في عاملين حفريات بحجة إنهم بدهم يسولوا على الأرض، فالحفريات اللي وصلوا إلها يعني دخلت في عمق أرضنا. في هذه الحالة إحنا الجرافة كانت بالفعل تشتغل، منعنا، كان بدهم يضعوا يدهم على الأرض بحجة التنقيب الأثري وبحجة إنها هذه بدهم يعملونها متنزه توراتي. يعني هو أنت حتى بقولوا لك لما بدنا نزرع شجر توراتي، كأنه في شجر توراتي، يعني العنب، يعني شو بقصدوا في الشجر التوراتي؟ العنب والزيتون والتين والنخيل هيك يعني احنا في الحقيقه هذه شغلات احنا زارعينها، زيتون ملانه تل رميدة زيتون وملانه تين وملانه عنب.
فهم على اساس بدهم يعملوا حديقه بده يزرعوا فيها العنب والزيتون والتين. فالحقيقه انه الحمد لله احنا كنا صاحيين لهذه الشغلات وبنحاول. احنا لحد الان في الحقيقه من تاريخ المستوطنه ما اقيمت في العام 84 واحنا بنحاول منعهم الاستيلاء على هدول القطع. قلتي انه انت عصرتي يعني اقامه مستوطنات في تل رميده من سنوات، شو بتذكري او كيف بتذكري كانت البدايه، وهل كان فعلا هذا المشهد بتطور امام عيونك؟ في الحقيقه كان منظر صعب كثير. انا كنت راجعه من شغلي واتفاجأت انه في جرافات بتجرف وكرفانات بتنحط على الارض، ويعني شغله غريبه. المستوطنين كانوا موجودين، فتأكدت انها هاي بؤره استيطانيه راح تقام على اراضي تل رميدة. كان طبعا المنظر كثير صعب بالنسبه لي، واذكره هذاك اليوم. كان يوم أربعة، الساعه 4 في 8/8 سنه 84 كان هداك الحدث المؤلم للي نكتشف في تاني يوم من الأقوال الصحف إنها هذه مستوطنة أقيمت بدون أي إذن من أي حدا غير مصرح فيها، أقيمت على أراضي تل رميدة وبمبادرة من المستوطنين، يعني من حركة كاخ هم كانوا اللي مشرفين، وأقيمت 6 كرفانات في هداك التاريخ. طيب سيدة فريال، يعني ممكن هلا الواحد بفكر انه شو اللي بخليكي موجودة في هذا المكان؟ انت شو اللي بخليكي تضلك موجودة رغم كل هاي الصعوبات، ورغم زي ما انت قلتي انه ولا يوم بشبه الثاني في هذا المكان، كل يوم في تحدي جديد وكل يوم في مخاوف جديدة. مزبوط، يعني كانت حتى طبيعي انه انا موجودة. اول شيء اجاوبك على سؤالك انه انا موجودة، انا مش عناد في حدا ولا انا علشان ابسط حدا، انا موجودة لانه انا موجودة هون. يعني ليش أنا أطلع؟ ليش أنا أغادر بيتي اللي هو بيتي وبيت أبائي وأجدادي وأنا موجودة فيه؟ يعني فيش قوة. هم بيعرفوا كانوا لو بيدمروا الدار على روسنا. في مرأة عنا في سنة 2001 وقت الانتفاضة الثانية، كان في كتير، يعني كتير كانت قاسية علينا في تل رميدة. أول إشي كانوا يعتلوا أسطح المنازل في تل رميدة على أساس إنها منطقة مشرفة على قلب المدينة. كان إطلاق النار والقذائف على الوسط المدينة من عنا من تل رميدة. فهذا الوضع كتير مؤثر، وإنك تشوفي هالشغلات هذه كلها بتصير قدام عينيك وإنت بتكوني في الحدث موجودة. رح نتعرف عليك أكثر ونسمع كيف كان في بناء في شخصيتك وفي حياتك اللي خلى منك كمان امرأة صلبة وقوية، وبتنقلي هاي التجارب مش بس لإلك ومش بس لأولادك، كمان لأجيال مختلفة. بدي أسألك، أنت أكملتي دراستك وتخرجتي في مجال التربية الرياضية من دار المعلمات، شو بتذكري عن تخريجك من دار المعلمات؟ في الحقيقة كان تخرجنا لازم يكون في 15/6 سنة 67. تخرجت أنا عمري 21 سنة من دار المعلمات، لأنه سن القبول في أول ابتدائي كان 7 سنوات، فتخرجت من التوجيه 19 ومن دار المعلمات 21، بس كان سن القبول 7 سنوات. بالنسبة لتخرجنا كان المفروض 15/6 نتخرج ويجي الملك حسين وقتها نعمل حفلة تخرج ونتخرج. للأسف صارت الحرب في 5/6 ودخلوا الخليل يوم 7/6، وبرضه كان يوم 4 دخلوا الخليل وقالوا فقط ولا رصاصة طلعت في الخليل، قالوا بس ارفعوا الرايات البيض. فكل الناس طبيعي احنا بقينا في بيتنا مثل عائلات كثيرة بقيت في بيتها، لأنه في الحقيقة في كثير ناس استفادوا من النكبة الأولانية على أساس أنه اللي تركوا بيوتهم راحت عليهم، وقالوا لهم بعد أسبوع بترجعوا المساكين، قالوا لهم بعد أسبوع بترجعوا، ورجعوا وطلعوا وظلوا للأبد طالعين. فالناس استفادوا من هذه العبرة وبقيوا في بيوتهم كثير ناس الحمد لله. تقدر توصفي لنا فريال وعمرها 21 سنة 22 سنة بعدين أقبلت على العمل في مجال التعليم، تقدر تحكي لنا أكثر عنك في هذيك المرحلة؟ في الحقيقة أنا صدمت، أكثر حاجة صدمتني الاحتلال، لأنه إحنا لسه الواحد يعني
في هذا السن ويتفاجأ بهالكبت وبهالاحتلال، يعني سيء بكل الجوانب، سيء في كل الاتجاهات. فكان كتير صعب. درست بالحقيقة في نهاية عام 67 على أساس أنه أنا خريجة دار معلمات يعني، وأساسا كانوا من التوجيه يتعينوا بهذاك الوقت. فتعينت في مدرسة في بعض الطالبات، كان في فرق بيني وبينهم كان 5 سنوات في مدرسة ثانوية. درست الرياضة والفن، وانتقلت في السنة اللي بعديها لمدرسة جنب بيتنا اسمها المدرسة الهاجرية، بالقرب منها المدرسة الإبراهيمية اللي انتم بتسمعوا أوقات عن مشاكل برضو مع المستوطنين على هذه المدرسة. فيها في الهاجرية درست، وفي الهاجرية درست، أنا درست من أول ابتدائي إلى الرابعة. فدرستي ودرستي في نفس درست ودرست في هذه المدرسة من أول لرابع. بالوقت اللي كنت عم بتدرسي فيه بداية، أنت كنت يعني بتمارسي هالمهنة وأنت مستمتعة؟ كنت بتحبي فكرة التعليم؟ أكيد أكيد أكيد، لأن خاصة يعني الرياضة هذه، وبعدين أنا حبي للرياضة من وأنا صغيرة يعني، كنت دائما ألعب وأحب اللعب. كنت نشيطة سياسيا، بمعنى أنه مواقفك ضد الاحتلال كانت واضحة، كان معروف أنك أنت بتحملي هذا النهج في مقاومة الاحتلال والمطالبة بالحرية. أنا هيك بدون ما أكون منتمية لحدا، بدون ما أكون متنظمة مع حدا، ما كان ليش عمره أي ولا أي جمعية أنا كنت أروح عليها، ولا نسوية ولا كله. في الحقيقة لأن أنا بحس إنه هذا في حاجة من الضغط عليك إنك أنت تلتزمي بإطار معين. أنا بدي أقاتل وقت ما بدي، وأفرح وقت ما بدي، وأتمرد وقت ما بدي، فبدون إذن من حدا أو لوم من حدا. فأنا كنت حابة أنا أكون ما أنا مدرسة لحالي. اللي كان بيحمل هذا النفس وهذا الصوت، واللي كان بيصرح بمواقفه ضد الاحتلال ومطالبة بحرية الشعب الفلسطيني، ما كانش يكون عابر في هذاك الوقت. يمكن أكيد كمان اللي نسمع من أهلنا أنه كان يتم إيقافهم عن عملهم، خاصة أنه كان التعليم قاعدة أساسية وشعبية لضخ روح المقاومة في الجيل. وبالتالي أنت كنت من كثير من المعلمين بهذاك الوقت، اللي هو تقريباً بـ 83 تم توقيفك عن العمل، وكان القرار يعني بدون سبب، بدون إعطاء أسباب، ولكن السبب كان أكيد واضح. فتم توقيفك عن العمل، تحكي لنا قديش سنة تم توقيفك عن العمل اللي كان بالاحتلال بصدر هذيك القرارات؟ 12 سنة. في كمان كثير زملاء اللي توقفوا عن العمل، لا نشاطات أوقات سياسية لهم، لا إضرابات كانوا يخوضوها في بداية الثمانينات، كثير كان في مفصولين عن العمل. أنا بالحقيقة أجاني كتاب توقيف عن العمل باعتبار من بداية 83. المرحوم الرئيس المغفور له بإذن الله ياسر عرفات، وأعاد المفصولين، قال لهم اللي بحب يعاود يرجع على شغله يرجع. أنا رجعت من ضمن الناس اللي رجعوا. من بعد هاي المحطة صار في نقلة نوعية في حياتك، كنت درس بمدرسة بعيدة وتم نقلك لقرطبة. لقرطبة. احكي لنا عن قرطبة أكثر، يعني أنت شغلتي بهذاك الوقت منصب مدير المدرسة. مديرة مدرسة. كان بناء على شو أنك أنت انتقلتي من ظاهرية لتستلمي مديرة مدرسة؟ في الحقيقة كانت هذه المدرسة كتير تتعرض لضغوطات ولاعتداءات من المستوطنين، وكنت دائما أسمع شكاوى من المعلمات ومن المديرة، وهجموا علينا وسحبوا الشربة عن راس المعلمة، ودخلونا ودخلوا على الملعب ودخلونا ومنعونا نرفع النشيد الوطني. فأنا في الحقيقة قلبتي الموازين في سنة، يعني استلمت فيها مدرسة قرطبة، واللي بذكر هذيك الفترة وبعرف المدرسة كيف كانت بوقت اللي كان فيه كم المستوطنين في محيط المدرسة وكانت تتعرض لاعتداءات. في قصص معروفة عنك بالسنة الأولى في وجودك في هيك مكان، احكي لنا أكثر. في السنة الأولى في أول أسبوع أنا كنت فيه في قرطبة، في الحقيقة كانوا المستوطنين يحاولوا يهاجموا على المدرسة، يعني لما سمعونا بنرفع النشيد الوطني كان موطني إن ينشدوا، تطلع الوحدة من المستوطنات متطرفة تطلع عنا تقول توقف، طبعا المعلمات يقولوا وقفوا النشيد، قلت لهم لا مش راح نوقفه، وكانوا خايفين طبعا إنها تدخل.
فهي ما دخلتش لانه شافتنا انه احنا استمرينا في الوضع فما دخلت. فكان لها يعني لها حدود من هذاك التاريخ معانا في المدرسه. فبقينا في المدرسه الاحتفالات السنويه نقيمها، نعمل الاناشيد الوطنيه على مسمع من الدبويه قبالنا بيت هداسه او الدبويه، الاناشيد الوطنيه والاغاني والدبكات الشعبيه كلها هذه على الميكروفون. مره كنت بعمل تدريب قبل بيوم، اجى الضابط الاسرائيلي بيقول لي شو هذا اللي بتعملوه؟ قلت له هذا لسه بروفا، بكره الحفله الرسميه. ففي الحقيقه فعرف يعني انه احنا هيك راح نعمل. بدنا نسمع عن جزئيه من صديق وزميل لك، وهو كمان واكب يعني تغير المدرسه في الوقت اللي انت كمان شغلتي منصب مديره المدرسه. نسمع كيف اجتزتي نقطه صعبه. السيدة فريال أبو هيكل حتى تشجع أولياء الأمور على أن يسجلوا أولادهم وبناتهم في مدرسة قرطبة بسبب الخوف من انتهاكات المستمرة التي كان يقوم بها الاحتلال، هي قامت بخطوة رائعة، أن قامت بتسجيل أبنائها بناتها في هذه المدرسة حتى تكون هي قدوة وحتى تكون هي قائدة في هذا الموضوع. السيدة فريال أبو هيكل ما زالت حتى الآن من سكان تل الرميدة، وما زالت حتى الآن تقاوم، وما زالت تقاوم هي وكل عائلتها. كل الاحترام، كل الاحترام والشكر للأخ رياض عرار. طبعا في الحقيقة هو ما قصر، وأنا حقيقي نقلت بناتي كانوا متفوقات وأنا نقلتهم عندي عقرطبة علشان لما أعمل أي شيء ضد المستوطنين أو ضد الاحتلال يكونوا بناتي في المدرسة. ما يقولوش لو بناتها هون كان معلتش هيك، لو بناتها هون. ففي الحقيقة بناتي كانوا على رأس القائمة، وبناتي اللي كانوا يعتقلوا، وبناتي اللي كانوا يتعرضوا للضرب. هذا موقف يسجل. واحدة من بناتي التنتين اللي نقلتهم من مدرسة سلهب، واحدة فيهم مهندسة معماري والثانية مهندسة مدني، والحمد لله كانوا هما متفوقات أساساً في المدرسة لما أنا نقلتهم. وكل الاحترام، ويمكن هذا بعكس صورة كتير مهمة. اليوم كثير من المسؤولين في مناطق مختلفة برضو أولاد الناس أشياء، بس أولادهم بدهم شيء مختلف، فكمان هذا نهج مهم ونقطة تسجل، وكأنك كمان عم بتساوي بين الكل. بدي أسألك عن نقطة أنه عمليا تكوني مديرة مدرسة في منطقة كمان في مواجهة مع الاحتلال، وحتى لو كانت بعيدا عن هاي النقطة، ولكنك أنت عم بتضخي في جيل، عم بتربي في جيل، كيف كانت علاقتك مع الطالبات؟ شو في شيء كانت عندك خطوط حمراء في المدرسة؟ احكينا أكثر عن هذا الجو. علاقتي مع الطالبات وأولياء أمورهم كمان، أنا بشكرهم لتدخلهم لمصلحة المدرسة ولحماية طالبات المدرسة، ويساعدونا في كتير وقفات. كانوا لما الجيش يمنعنا نوصل المدرسة، كان كتير الوضع يعني المجتمع المحلي المجاورين يساعدوا في إنها الأمور في حماية الطالبات ومن المستوطنين. لكن بالنسبة للوضع بشكل عام، الطالبات صار عندهم جرأة، حاجز الخوف انكسر عندهم. أي شغلة يعني في الحقيقة أنا كنت أقول لهم أنتوا تضربوهمش، بس اللي بيتقدم جنبكو ما توفروهاش. ففي الحقيقة هيك كنا نعمل. في يوم وقفونا بالطريق، وقفوا المستوطنات وفيش فلسطين زي يهوديم. استنينا، اتصلنا بالارتباط، اتصلنا بكل الوسائل، ولا لا الجيش الإسرائيلي قدر عليهم ولا الشرطة قدرت عليهم، وكلهم كانوا واقفات وبدهمش يخلونا نمر في طريق المدرسة. شو بدنا نعمل؟ قعدنا بجي أكثر من ساعة وهم معطليننا. وقفت أنا قدام المعلمات والمعلمات وراي والطالبات وراهم، وادعموا ودعمنا عليهم، خشينا عليهم. فالحقيقة إنه بناتنا تحمسوا انه خلاص احنا دخلنا، معناته خلاص مش رح نرجع، فيش طريقة الا نطلع بهذه الطريقة. وطلعنا مرينا، اللي صار صدام بالايدين بيننا وبينهم. فالبنات، في بنت الصغيرة كانت يعني اللي هي اصغر، مش صغيرة هي يعني كانت، بس كانت في صف عاشر، فعرفوا انها بنتي فضربوها وضربوا المعلمات.
فالحقيقة إنه يعني هذه مواقف كثيرة، كانوا لما يمنعونا ندخل كنا نوقف برا ندرس بناتنا على الشارع، كنت نجيب كرتون وإقلام فلوماستر نكتب عبارات ونحمل للبنات لافتات ونعمل وقفة اعتصام باب الحاجز على أساس إنه يعني شوفوا العالم كله إنهم عمالهم بنكدوا علينا. كل الاحترام، كل الاحترام لهاي النماذج. يعني في كمان يوم، في يوم كنا كانت برد كتير كتير والطالبات وقفات وإحنا مستنى الجندي يسمح لنا نمر. فكيف أنا البنات بردوا كتير بردوا، فقلت لهم يلا يا شاطرات اطلعوا اجروا على فوق وارجعوا، يلا عطلع اطلعوا اجروا وارجعوا. هاي البنات لما صاروا يجروا ويرجعوا دفيوا، فإيش طبيعي انت اديتي رسالة انه إن احنا قاعدين لك يعني مش راح نروح. فهذه الحمد لله شغلات هذه كنا احنا نقدر نتصرف فيها والحمد طيب لله. طيب كل هالطاقة والعمل والوقت قديش كان بيقتحم بيتك الصغير وعيلتك، وقديش كان بضيف له شيء جميل او حتى باخذ فريال من الدار لوقت طويل؟ كانوا قلقانين علي، على كل حال كانوا دائما قلقانين ودائما بيتصلوا انه شو صار معي او هذا. فحتى انا كنت بنص الليل يعني اوقات كانت تجيني مكالمات تهديد يعني ما اعرفش مين اللي متكلمها في نص الليل، بس برضو كان هذا لا يمنع. كنت خايفة كمان حدا يدخل من أراضينا يعمل أي عملية تأذينا، فبرضو كنا نبقى سهرانين مدار ال 24 ساعة، فيش حدا فينا بيكون نايم يعني لازم حدا فينا يكون صاحي. طب بدنا نتعرف عليك أكثر، وبدي أسألك كمان عن زوجك الأستاذ عبد العزيز، وإذا بحضرنا أكيد بنوجه له تحية وطولة العمر يا رب. من ال 71 تزوجتوا، يعني 45 سنة بمر على زواجكم. 45 وإن شاء الله يا رب طولة العمر والحياة المديدة فيها مزيد من الحب. بس 45 سنة يعني فيهم حب واحترام وتطور بالعلاقة واحترام للآخر، أو كيف بتشوفي؟ في ناس بيحكوا لك بدنا نعمل عقد زواج 10 سنين وخلص يعني. لا بس 45 سنة ما شاء الله. 45 سنة ولا مرة رحت على أهلي ولا مرة. ليش؟ لأن المشكلة بتكون بينها وبين زوجها الوحدة، فيش أي حدا تاني بيقدر بيعرف شو أبعاد المشكلة إلا هم، فعلشان هيك هم بس اللي لازم يحلوا مشاكلهم لحالهم مهما بلغت فيها من الوحدة من إنها تتنرفز أو تحس إنه تمت الإساءة إلها، هي بيتها بضل هو كتير إلها أحسن شيء. الله يخليكم لبعض، عشتوا يعني على الحلوة والمرة مع الحمد بعض. الحمد لله. مرقت أيام صعبة أكيد وأيام حلوة. خلينا نلتقي بأحد أبنائك ونشوف كمان هم شو بيحكوا عن والدتهم، يمكن ما عندناش فرصة نحكي مع ال11، ولكن خلينا نسمع من أروى إيش تحكي. لما أحكي عن فريال أبو هيكل بحكي عن الأم والصديقة والحبيبة والقدوة، منبع الإصرار والقوة والتحدي رغم كل الظروف الصعبة. تعلمت منها كتير في حياتي، علمتني كيف أحكي أوصل معلومتي للعالم وأنا بحكي عن قضية فلسطين وين ما أروح. لأجل فريال أبو هيكل وتل رمادي رجعت من بريطانيا عشان أرجع أعيش في تل رمادي اللي نضلنا إيد واحدة بتواجه الاحتلال. طبعا لا نستثني سكان التل بصمودهم وعطائهم وحبهم وإيمانهم بقضيتهم. فريال أبو هيكل حكت لي في يوم من الأيام ودايما بتحكيها لكل إخوتي، احسبها من الصفر. لما تاخد قرار في حياتك تفكرش شو بدك تخسر، فكر شو بدك تربح. الحمد لله، الله يخلي لك ياهم. كمان البزرع زراعة بده يحصد كمان حصاد وفير ومنيح. الحمد لله كلهم والله الحمد لله. الله يخليكم لبعض. تسلم. يمكن في النهاية بدي أسألك، يعني أنت
بحسب الأنظمة في الدولة أنت في عمر التقاعد، بالتالي أنهيتي عملك بال 2006. يعني بهذا الوقت كيف تستثمري في طاقتك، كيف تستثمري في وقتك كمان، وإيش في أشياء بتعمليها؟ في الحقيقة إحنا موقع دارنا وعلى أساس المستوطنة اللي جنبنا وأساس كل الانتهاكات اللي بتصير، منقدرش إحنا يعني نضلنا نايمين أو نحس هي سنوات التقاعد معناته إحنا نقعد، فلازم نضل عينينا دائما مفتوحة ونراقب ونزرع ويكبر الشجر عندنا، ونعلم أولادنا بعيد عن الكراهية وبعيد عن الحقد وبعيد عن أفكارهم المدمرة للمستوطنين. فإحنا في الحقيقة هذا عنصر كتير مهم إنه أولادنا يعرفوا إنه حياتهم هي أهم من كل شيء. أكيد هم كلهم بيحبوا الحياة مثل ما كل الشباب اللي عمالهم بيتعرضوا كل يوم بنسمع المآسي اللي بتصير على الحواجز. الله يا رب يكون بعون أهليهم ويكتب لهم الرحمة يا رب والخلود إن شاء الله. الحقيقة إنه يعني إشي كتير وضع، إحنا خاصة عندنا يعني في تل الرميدة صارت عدة انتهاكات، مش انتهاكات يعني جرائم في حق الإنسانية. الله يحميكم جميعا، وطول ما الناس تحمل هذا النفس وأكيد أنت مثال لكثير من النساء الموجودين ولهاي الروح ولهاي الأم المعطاءة لأرضها ولأولادها، فأنت كمان بتعكس صورة جميلة وقوية وصلبة عن سكان هاي المنطقة وعن النساء بفلسطين. أكيد رح نتعرف أكثر ونسمع قصص أكثر، ولكن في المحطة القادمة. أهلا وسهلا فيكم من جديد. حياتنا مليانة مفاتيح، وكثير من الكلمات والصور بتصير مفاتيح لكثير من القصص في حياتنا. اليوم عندنا ثلاث مفاتيح، بدنا نسمع منك قصص منهم. نشوفهم مع بعض. تفضلي. طيب تحبي تختاري مفتاح نبدا معك؟ بدك تقلبين؟ هاي في الحقيقه اروى. خلينا نورجيها للمشاهدين كمان هاي الصوره، احكي لنا عنها. هذه انا وبنتي اروى، في الحقيقه ضمن الحفريات تبعتهم في العام 2014، في 18/5 هاي الصوره 2014، كان عرفنا حدا من المجاورين شاف انها الحيطه عمالها بكروها بيهدوا الحيطه والشجره عمالها راح تقع، فبلغونا. انا في الحقيقه رحت على طول، نزلت على الموقع، واروى انا واروى نزلنا على الموقع، مسحبنا العريشه هذه اللي بحطوها الحفارين علشان يحفروا، سحبناهم منعناهم يشتغلوا، وقلنا له وشكناهم للشرطه، واجت الشرطه طبعا واحنا واقفين نمنعهم، قلنا له هذه ارضنا ممنوع يوصلها ولا يصيب ولا شيء منها، وهذه قال هذه في حدودنا، بيقولوا تصوري بيكذبوا، بيقولوا انه هذه في حدودهم. قلت له هذه زيتون رومي وبيجي 2000 سنه عمرها، كيف صارت في حدودكم؟ كيف إلكوا يعني؟ وهالشجرة اللي أنت يعني قعدتي قدامها ومنعتي أي حدا يقترب منها أو يقتلعها، اليوم موجودة أو؟ موجودة. هذه نزلنا في الحقيقة قلنا لهم يومها إذا بدها تنقام هذه الشجرة على روسنا بس بتنقام، وبالفعل منعناهم يومها إنها الجرافة تقرب منها، ولحد الآن موجودة. الله يقويكي. الله يقويكي يا رب. طيب. وأروى في معاي كانت مقوية باسي ومع الكاميرا بتصور وجوزها بيصور وكل شيء. رح أشوف مفتاح تاني ونسمع منك قصته. حي القلعة. هذا حي القلعة هو هذا بيتي اللي نشأت فيه واللي انولدت فيه واللي أيام طفولتي فيه والأيام الحلوة والعيشة الرغد في هداك الوقت. هي عيشة كانت مش ممكن أنساها، كان ملاصقة وقريبة من الحرم الإبراهيمي، ملاصقة على درجات الحرم الإبراهيمي. كانت والدتي الله يرحمها تقول لي
كانت باب بيتنا على الدرجة الخامسة، والدرجة السابعة اللي كانوا يوصلوا لها اليهود وما يدخلوش الحرم كانوا بس يحطوا أدعيتهم في خزوق بالحجار موجودة هناك بس ويرجعوا. في لحد الآن يهود بيوصلوا الحرم ما بيدخلوش، بيوصلوا بس وين كانت الدرجة السابعة. هو مدمرة حاليا، تم إلغاء هالدرجات السبعة، راحوا كل الدرج تم إلغائه من قبل الاحتلال للأسف. وكانت تحكي لنا يعني قصص كثيرة، وكيف كان برضو علاقتهم مع اليهود، إنه كانوا هم يحضروا لليهود. صح اليهود كانوا يبقوا قاعدين في حالهم بس كانوا يحضروا. وإحنا نعرف ومدركين إنه ولا مرة كانت يعني صراعنا صراع ديني، صراعنا صراع ديني أكيد، صراعنا على الأرض وعلى بقائنا ووجودنا يعني سياسي. وبعدين هذه حارة القلعة أنا كنت في باعتبار في المرحلة الابتدائية والإعدادية أنا كنت بلعب، أخذت قصتي كامل الحمد لله من اللعب، وكنت بلعب كرة قدم وكنت يعني الحمد لله. فكانت طفولة جميلة، طفولة جميلة رائعة. وهي كمان فرصة إنه إحنا تعرفنا على حي القلعة، حي القلعة اللي تم إزالته. في أصدقاء لحد الآن ناس بنعرفهم، لا تزال المعاملة بيننا كويسة. كانوا الستات من زمان أي بيت بدهم يعملوا كانوا من زمان يفتلوا شعرية، اللي إحنا بنقول حاليا لسان العصفور، شعرية على العجين يعملوا يفتلوا، كانوا يعملوا على الدورية. يعني في لوان فوق يجمعوا الستات حالهم وكل واحدة دور، كل ما يعني كلهم يشتغلوا علشان واحدة، وفي يوم تاني يقرروا علشان عيلة تانية. هل قد كان في نسيج بين العائلات وعلاقات جيدة؟ كتير. كانوا لما بالليل يجي يقشوا درج الحرم ينظفوه ويقعدوا الستات يلعبوا، يسكروا الباب الرئيسي ويضلوا ماخدات راحتهم يقعدوا يعملوا قصص ويلعبوا. وإشي كتير كتير كان يعني جو أنا مش ممكن أنساه، حارة القلعة. ولما يجي الرؤساء كنا نشوفهم، رؤساء العرب، لما كان يجي الملك حسين، الملك محمد الخامس مرة أنا بتذكر، كنا يعني نشوفهم لأنه دارنا على درج الحرم. فهذه يعني شيء تاريخ أنا بعتز. وآخر مفتاح وسام الشجاعة. هذا له قصة في الحي. أول ما تعينت مديرة في قرطبة كان أول أسبوع كان في لازم أروح أسلم كتب للطالبات. رحت استلمت الكتب ورجعت، وأنا لما رجعت لهم بقولوا للمعلمات المستوطنين طلعوا أخذوا العلم وحرقوا. قلت لهم بس هيك بسيطة في الحقيقة. وأنا راجعة رحت وصيت على ثالث إعلام. كانت يوم خميس، يوم سبت كان في إضراب على أساس إنه في 9 شهر، كان في هداك الوقت في الانتفاضة كان في يوم 9 شهر إضراب. فجيت داومت يوم الأحد، جبت الإعلام معي ورحت على المدرسة داومت عادي، رفعت أول علم على سطح المدرسة شوية رفعته، ورفعنا ودخلنا ورفعنا النشيد الوطني، ودخلوا الطالبات على صفوفهم. ما دخلوا البنات على صفوفهم إلا مستوطن جاي طلع على سطح المدرسة وأخذ العلم ونزل، ومستوطنة تانية لاحقته بتصور فيديو. أنا حاولت أنا أخذ الكاميرا من المستوطنة، ما ظلت متقرة فيها وصيحت ونادت الجيش، وأجا الجيش دخلنا على المدرسة ومنعنا نتحرك، والمسؤول علم أخذه ونزل. دخلنا باب المدرسة إلا هو المستوطن طالع وقاعد يمسح فيه على إزاز السيارة. فأنا معي تلت إعلام، طلبت العلم الثاني، قبلت العلم ورفعته قدام المدرسة. بعدين بلاقيش، ما دخلوش، ما عودوش رجعوا لأنه في جيش حاول يمسك الوضع. عملت بنات أول وثاني وثالث ابتدائي طبعا بتدخل أولياء الأمور، أجوا أولياء الأمور على المدرسة اللي القريبين من المدرسة في تدخلهم، وديت أول وثاني وثالث على بيوتهم، ودخلنا نزلنا بقيت من رابع لثامن كانت المدرسة، نزلنا مسيرة على الشوارع، نزلنا على الشوارع، وهادي نزلنا على الشوارع ضلوا يدبكوا عليها البنات طول ما أنا في المدرسة. في كل حفلة كانوا يقولوا نزلنا على الشوارع. فنزلوا على الشوارع، لكن لما وصلوا باب الدبوية المستوطنة
تعرضوا للاعتداءات من المستوطنين بالضرب، وفي بعض الطالبات اصابتهم حالات من الاغماء ونقلوهم على المستشفى. المهم اطمنا على البنات ونقلناهم على المستشفى وكملنا المسيره. طلعنا في معي العالم الثالث، العالم الثالث طلعت في نقطه عسكريه كانت في باب الزاويه، وعلى النقطه العسكريه ثبتته على عصا وكملنا المسيره. في الحقيقه هذاك اليوم انا مش ممكن انسى، البلد كانت كانها بس يعني انت تنزعي الفتيل يعني، وكلهم معانا الناس صاروا ماشيين في هالمسيرة، وأنا كنت بدي أطلع مدير على مديرية التربية. فكان يوم هالأبو مشعل الأخ عباس زكي كان جاي معايد للوطن، فعاملين احتفال في البلدية. اتوجهت على البلدية على طول، كان مدير التربية موجود، توجهت للبلدية شرحت لهم شو الظروف اللي بتمر في المدرسة وكيف الطالبات تعرضوا للضرب لغير هو، وخلاص حكيت لهم. وطبعا كلهم بدوا يعني على اساس انه هالقصه هذه اللي سمعوها، وخلص حكيت لهم وروحت. كانوا باب البلديه البنات ينشدوا موطني، والناس كانوا في الشوارع كلهم متضامنين معانا، ورحت والفضائيات كانت طبعا تصور، وانا ما بعرفش انها الفضائيات عمالها بترسل عمالها صور للعالم. فلما بدا غادر البلديه اللي غيرهم بيقولوا لي تعالي 6 ريال، هاي الرئيس بده يحكي معك. أنا استغربت، الرئيس اللي هو الرئيس ياسر عرفات بتصل علي، كان بتصل على رئيس البلدية بقول لي في ريال، أنا فخور بيكي، أنا بعتز بيكي، أنا اديتك وسام الشجاعة. أعطاني وسام الشجاعة، بس أنا عندي بنات بتعرضوا كل يوم عمالهم للأذى، أنا بدي حل للبنات. أنا الوسام تحصيل حاصل. كانت أمي الله يرحمها تقول لي والله بدك نيشان، وبالفعل ربنا لما أعطاني، بس كانت موجودة، كانت عايشة الحمد لله وشافتني إن أنا أخذت الوسام. فالحمد لله. هذه بالنسبة للوسام. هذه إذا قصة الوسام هو تستحقيه. تستحقيه من طالباتك، من روحك اللي أثرت على كثير من الأجيال، وكان عندها فرصة نسمع كثير من الناس يعني اللي حكولنا قديش أنت كمان شخصية ملهمة بالنسبة لإلهم، وبشوفوا فيكي مثل أعلى طول الوقت. تستحقي هذا الوسام بدون ما يكون وسام فقط في شعار، هاي المرة في تطبيق على الأرض، أثبتتي كمان شجاعتك وقوتك. رح نتعرف على السيدة فريال ونشوف في إيش تعمل، فرجينا شطارتك. كان جل اهتمامنا انه احنا نزرع شجر ويهتم فيه، اول شيء لحمايه الارض ولحمايتها كمان، لحمايتنا احنا من المستوطنين على اساس انهم مجاورين لنا. حفريات صارت قبل سنتين على الارض، بعد ما يئسوا انهم حولوها لمستوطنه طلعونا بقضيه حديقه اثريه. فطبعا كانت هذه الشجر وهذه الزراعه، تم زراعه السنه كمان كل هذه الاراضي اللي حوالينا وارضنا كلها، ولا ممكن بتنحرق في آخر السنة، بيجوا المستوطنين بحرقوها وبحرقوا الشجر اللي فيها، بقيوا لحد الآن الحمد لله بدون استيطان. طبعاً هذه الحفريات اللي عملوها قبل سنتين توقفوا في نهاية العام 2014، لكن هذا لا يمنع إنه هم يعودوا لكمان مرة، هم متبعين سياسة النفس الطويل، لكن إحنا هون واللي بنقدر إحنا نعمله رح نعمله. إذا شفنا شطارة السيدة فريال في حديقتها، هذا المكان اللي بتحبه وبترتاح فيه، أول شيء يعطيك العافية، أنت هالقد قريبة من الأرض وبتقضي وقت طويل مع شجراتك وورداتك. أكيد هذا الشيء مهم، وشجر اللوز عندي كتير مهم، مهم من لما ينور لحد ما يصير هو إحنا نكسره يعني هناك. هاي المراقبة تاعت كل لحظة بلحظة للشجر. نور شجر اللوز فكتير أثر علي، فبقول أشجارنا خلف السياج، يوم قطعوا أشجارنا، يوم سيجوا أرضنا، تحججوا بشتى الحجج، قالوا لي أشجاركم ليست شرعية، أشجاركم ليس لها هوية، أشجاركم مباح دمها لدى جميع الديانات السماوية. قلت ويلي، أشجارنا خلف السياج بعد اليوم لن تزهر، سماؤنا خلف السياج بعد اليوم لن تمطر، فإذا بها لانتمائها تعود، بعطائها تجود، وأراها ضحكتها الحلوة تغريني، أشجار اللوز تناديني،
انثوري انفجري انفعلي، لا تقفي ابدا تبكيني. وهي ترسل لي في كل يوم تحيه عطره. أواه أشجارنا خلف السياج، وأنا التي كنت أحسب أن القيد سيخلق عطر أزهارك، وكنت أحسب أن الذبح سينهي أمر إصرارك. فإذا بك كما أنت تزهرين، كما أنت تشرئبين، جذورك الضاربة في أعماق الأرض لا يلغيها قيد أو منشار. جذورك الضاربة في أعماق الأرض إصرار يتحدى الإعصار. ألف سلام لك أشجارنا خلف السياج، حماك الله ووقاك شر الأشرار. الله الله، بهنيكي على قوتك، ومتعلم منك اليوم كثير هذا الصدق في الحب وفي الانتماء. يعني الله يقويك يا رب. احنا اليوم تعلمنا منك والارض لو بتقدر تحكي كانت هي كمان رح تحكي لك قديش هي كمان تنتمي لإلك ولكل شخص مؤمن فيها بهاي الطريقة. شكرا لإلك، وان شاء الله يا ربي دموعك بتكون دموع فرح في سنين بتكون. وخلعوا الشجر، خلعوه لما عبدوا الحفريات، خلعوا 29 شجر، خلعوا الشجر، خلعوه خلع وقت الحفريات قبل سنتين، هذاك في 85 اللي قصوه، اللي قصوا لنا الشجر في 85. بس حاليا لما في الحديقة الأثرية الأول العام خلعوا من شروشه بالبلدوزر. ما بنسامح وما بنغفر ولا حتى مع تقادم الوقت. يعني هاي الذاكرة اللي بتحافظ علينا على علي على أرضنا وعلى جيل قادم منها. سيدة فريال، يمكن الوقت ما بيساعدنا، وانت مليانة مليانة قصص ومليانة دروس نتعلم منها. شكرا كثير لك على وجودك، شكرا على هذا الصدق يعني. وانا اكيد انه كمان اليوم تعلمنا منك كثير كثير اشياء. الله يقويكي. الله يخليك. وانا يعني كنت طول الوقت منبهره بهاي الذاكره الحاده اللي انت بتمتلكيها. كمان حدا بتذكر التفاصيل باليوم وبالتاريخ، حدا حافظ للذاكره، وفعلا هذا ما بتفخر فيه الارض قبل ما يفخر فيه الناس. شكرا كثير لك. الحمد لله. الله يخليك. شكرا لك. وفي الحقيقه في حاجه بدي انوه لها بالنهايه. السنة الجاي عام 2017 السنة الجاي الذكرى المئوية لوعد بلفور، والذكرى 50 للاحتلال. فبتمنى للمؤسسات والناس المسؤولين انه يكرسوا 2017 هو عام مرور 100 عام على وعد بلفور و50 عام على الاحتلال. وهذا ختام يعني ودعوة أيضا، وبتمنى دعوة للناس آمرين أنه كمان يكون في زوال لكل هذا من حياتنا ومن ذاكرتنا. شكرا لك. شكرا. في ختام حلقتنا كما اعتدنا بنقول إحنا مليانين قصص، ضيوفنا عم بيكونوا أجمل مثال على كم القصص اللي بيحملوها. خلينا دايما نسمع نتعلم وبنحكي عشان نعيش. قصصنا هي إحنا، وأجمل وأقصر الطرق للوصول للقلب. بنشوفكم في حلقة جديدة بدها قاعدة. في الأرض الحلوة في حكاية، حكاية عن أسرار البشر، وحكاية عن ضحك الشجر، والراوي أنت بالذات. بعيونك في حكاية جميلة، خبي بقلبك تفاصيل، وإذا أنت ما حكيت رح تحكيها حيطان البيت.